أحمد عبده ماهر براء. قرار المحكمة النهاردة براءة أحمد عبده ماهر من تهمة ازدراء الأديان، وهذا ما كنا ننتظره. هو ده موضوع حلقة النهاردة. السادة المشاهدين أهلا بكم. طبعا كنت أتمنى أنزل أحضر المحكمة النهاردة، بس كان عندي ضيوف يعني كانوا جايين من سفر، فالمهم يعني ما قدرتش أنزل، بس اتصلت بالسيادة المستشار في الصباح أو على الظهر، فقال لي لا، ده الحكم لسه ما ظهرش، ده لازم يظهر بعد الساعة 3. واتصل بي أعتقد في حدود الساعة 5 السيادة المستشار، وطمئني إن الحكم براء. وأعتقد إن هي دي المفروض تكون نهاية ما يسمى تهمة ازدراء الأديان. وهو حتى فاجئني بيقول لي يعني ان شاء الله ما يحصلش بعد كده، لان وفهمت منه ان هو كانت فاطمه نعوت، انا كنت فاكرها خدت براءه، اتاري ان فاطمه نعوت خدت سنه مع وقف التنفيذ وهي في النهايه ادانه. طبعا غير محمد عبد الله النصر، غير اسلام البحيري، واعتقد ان هذا انتصار في جوله مهمه من جولات التيار المدني، التيار العلماني الذي ينادي بدوله مدنيه حقيقيه في مصر بدل الرقص على السلال. و يعني تعليقا على موضوع ان ما زال امامنا جولات، كسبنا جوله، وحتى السيد المستشار فكرني ازاي ان علي عبد الرازق في القرن اللي فات شالوا منه العالميه وعزلوه من القضاء الشرعي، وان كان عاد بعد كده في عهد اخوه وزير اوقاف يعني مصطفى عبد الرازق، وطه حسين كانت حاكم برضه، فالمعارك ممتدة. ولكن هذه المعركة، معركة اليوم، هي معركة مهمة ونقطة في تاريخ النضال للوصول إلى دولة مدنية حقيقية. وكنت أنا مع الإعلامي والمذيع والنائب البرلماني يوسف الحسيني على الهواء أمس، ربما بعضكم شاف الحلقة أو بعضكم ما شافوهاش، بس كنا ناقشنا بعض النقاط وربما لم تكتمل بسبب الفاصل الإعلانية ومدة الهواء اللي أحيانا بتكون ضيقة فما بنقدرش نتجول فيها. وقلنا ان في معركه مهمه جدا، هي معركه التعليم، وان هي لازم سنستمر في خوضها. كنت انا اتكلمت من 9 سنين ازاي ان في عقبه بن نافع، وان ازاي في الحضاره الاسلاميه، وازاي ان في كتاب 5 ابتدائي بيتعلموا ان حاجه اسمها، في حاجه اسمها حروب الرده، وكانه مطلق ديني، وان ابو بكر الصديق في كتاب الدراسات في 5 ابتدائي، وان ابو بكر الصديق انتصر على المرتدين وسحق المرتدين، وإن الرسول أقام أول دولة إسلامية، وإن الخلافة الإسلامية هو نظام إسلامي. كل ده في منهج الدراسات اللي بيدرس، مش منهج الدين، منهج الدراسات اللي بيدرس لجموع الطلاب. وطبعا عقبة بن نافع بتدرس كقصة في اللغة العربية، وبيتكلم إن أعلى يعني إن أهم حاجة في الإسلام هو الجهاد والقتال والغزو يعني. وتلاقي مثلا مروية تقول لك إيه، من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. طبعا كل دي مرويات سياسية بامتياز لتحقيق أمال التمدد العثماني أو التمدد العباسي والتمدد الأموي، عشان نكون صراحة دي قناعتي الشخصية. كل المرويات اللي من هذا النوع اللي فيها غزو وحرب وجهاد وزور السنة الإسلام والكلام ده كله، كل ده بيحفزوا الناس للتمدد عشان يعودوا بالخير والجزية والجواري لمركز الخلافة، وتستمر الدولة في التمدد والتمتع بقوتها عن طريق الأموال والخزائن والذهب والفضة والخراج وما شابه ذلك. امتري حيث شاءتي فإن خرجك سوف يأتي إلي. فطرحنا زي ما قلنا موضوع التعليم، وإن إزاي يعني ليه المدارس بنسبة كبيرة جدا، وأنا مش ضد إن هم سموا مدرسة الخلفاء الراشدين أو مدرسة عثمان بن عفان أو مدرسة بلال بن رباح ولا مدرسة السيدة خديجة أو مدرسة السيدة عائشة وهكذا. وقلت للأستاذ يوسف إن أنا أستطيع أن أجزم إن لا يقل، إحنا عندنا 55 ألف مدرسة في مصر، أعتقد لا يقل عن 40 ألف مدرسة بأسماء الخلفاء الراشدين. وده ليه دلالتين. أول حاجة إن هو فعلا من يتغنوا بالتاريخ، أول حاجة طبعا عشان نكون مقتنعين في اختراق الأيديولوجيا الإخوان على مدار الأربع عقود اللي فاتوا دول بشكل مريع داخل أروقة الدولة، سواء المحليات في اسماء الشوارع او سواء الايه، لان هو مش كفايه خطبه مسجد، لا ده هو بيترجم هذا في اسماء الشوارع واسماء المدارس، فتلاقي الخلفاء. ولكن هذا دلالته برضو مش في صالح الاسلام السياسي. ليه؟
لان انت ما تقدرش تسمي مدرسه يزيد بن معاويه الفاسق اللي قتل الحسين وما شابه ذلك، ما تقدرش تسمي مدرسه ممكن معاويه بن سفيان، وان كنت اشك يعني ان في مدرسه اسمها معاويه بن سفيان، ما تقدرش تسمي مدرسه الامين، الخليفه الامين اللي هو يعتبر يعني متهم بالمثليه ومتهم بالفسق وما شابه ذلك. ما بتلاقيش الا الخلفاء الراشدين الا بعض امهات المؤمنين مش كلهم، ما حدش بيسمي ماريا القبطيه، ما حدش بيسمي سوده بنت سمعه، ما حدش بيسمي على ما اعتقد. انما تلاقي دايما السيده عائشه يا السيده خديجه اللي هم ايه الامهات المؤمنين الرموز. وممكن تختار بقى من الدوله الامويه عمر بن عبد العزيز، ممكن تختار من الصحابه اسامه بن زيد، عمار بن ياسر، اللي هم الصحابه الكبار اللي اسمائهم بارزه في التاريخ الاسلامي. انما غير كده ما بتلاقيش يعني، لان اي اسم هتسميه من الخلفاء وسواء الدوله، حد يسمي ابو العباس السفاح او الخليفه العباسي؟ حد يجرؤ انه يسمي مدرسه ابو العباس السفاح اللي هو اول خليفه ومؤسس يعتبر يعني من اهم مؤسسين الدوله العباسيه؟ بنلاقي كلها ايه؟ عليها علامات استفهام كبيره جدا. ولكن زي ما قلنا انهم مخترقين اروقه التعليم. النقطه المهمه واسماء الشوارع الاحياء، تلاقي برضو ايه تطلع من شارع اسامه بن زيد على شارع عثمان بن عفان اللي مش عارف محور بلال بن رباح وهكذا في معظم ميادين مصر. لدرجه ان كان في عندنا حي في اكتوبر اسمه اكتوبر الجديده، وكان عملوا شوارع برضو حطوا اسماء صحابه وتابعين، بس يعني طعموهم بقاسم امين، بمش عارف احمد لطفي السيد، بنوال السعداوي. اوه قامت قائمه الشوارع يعني المنطقه، وعملوا مظاهرات على السوشيال ميديا وبعض التجمعات والوقفات وحرب شعواء لغايه ما ازالوا بعض الاسماء، اظن قاسم امين يمكن ونوال السعداوي بالذات اللي هو يعني بيقال عليه محرر المراه. وهنبقى نقرا كتاب قاسم امين، يعني قاسم امين ظلم كتير جدا، وقاسم امين اعتقد ان مراته كانت محجبه يعني، والكتاب فكره ان هو يعني قال الناس تقلع الحجاب والكلام ده، كتاب ظلم بتاع تحرير المراه بتاع قاسم امين، وربما ان احنا نكون لنا وقفه مع هذا الكتاب مره اخرى. قلنا لو اسماء الشوارع الخلفاء الراشدين ماشي، بس هل الدوله المدنيه تقدر تسمي القديس بولس او تسمي مش عارف الانبا يوحنا او يعني اي اسماء يعني رموز مسيحيه خاصه في اسماء الشوارع واسماء المدارس؟ لو ما يقدروش يبقى في هنا مشكله في الدوله المدنيه. النقطه الثانيه ان هو حتى هل احنا بنسمي بتوع الحضاره الاسلاميه الكندي والفارابي ولا دول عليهم محل خلاف ونخاف نسمي عشان الناس تدور ورا الكندي مين هو الكندي مين هو الفارابي؟ وهل احنا معنيين واحنا بنسمي المدارس بالحضاره الانسانيه؟ يعني ليه ما نسميش اينشتاين او اديسون او نيوتن او سبينوزا او ارسطو او سقراط؟ يعني ليه ما نسميش اسماء مع الخلفاء الراشدين، مش ضد الخلفاء الراشدين، انما ليه ما نسميش اسماء تثير التساؤل تثير الفكر؟ يبقى اسم المدرسه ارسطو، مين هو ارسطو؟ ناس تسال. الكندي، الفارابي، اينشتاين، نيوتن، كوبرنيكوس، جاليليو، ناس ساهمت في الحضاره الانسانيه، ليه ما نسميش اسماء المدارس؟ لدرجه في اسماء يعني في يعني انا بتعجب في مدارس ما لهاش اسم، تبقى مثلا اسمها 6 اكتوبر من الحي السابع، 6 اكتوبر مش عارف من الحي ال 12، 6 اكتوبر مش عارف وهكذا، يا جدعان ما تسموا اسم. ففي اسماء كتير جدا تثير التساؤل تثير التفكير على مستوى اسماء المدارس، ليه ما فيش خيال؟ ما فيش خيال. النقطه الثانيه الروايات اللي حاطط لي عنتر بن شداد وحاطط لي عقبه بن نافع، هل هم قادرين يحطوا مثلا حاجات تثير التساؤل؟ رحله الدم بتاعت برميسه هي جزئين وروايه مهمه جدا بتتكلم عن ما قبل علي وعن مقتل علي وعن ما بعد علي وعن يعني فتره العثمانيه الاخيره والفتنه الكبرى وتتعرض لها بشكل او باخر، او عنده قصص اسمها دم الحسين، او نجيب لاولاد حارتنا مثلا لنجيب محفوظ، نجيب وعنده روايات كتير جدا نجيب محفوظ ممكن نجيبها له مهمه برضه لها اهميه تثير التساؤل وتثير التفكير وتنمي حس الكتابه وحس الروايه، لان نجيب محفوظ بيكتب بفلسفه. او ندرس مستقبل الثقافه في مصر للتعليم، زي ما قلنا موضوع عبده ماهر احنا كسبنا معركه ولكن لسه امامنا معارك كثيره جدا كثيره جدا في الدوله المدنيه. ودايما انا قلت لازم ان احنا نكون يعني ما هو يعني هل التفكير ده بيودي لدوله مدنيه ولا بيودي دوله مدنيه وطنيه ولا بيودي الامه اسلاميه وخلافه اسلاميه. فزي ما قلنا المناهج اللي كانت محطوطه
لما يشيلوا الشيخين بتاع طه حسين اللي بتتكلم عن التاريخ الاسلامي بشقيه، يعني الابيض والاسود، يعني او العدل والرحمه والتسامح والتقوى، ومن ناحيه اخرى الصراع على السلطه الدموي وما شابه ذلك، او غير لما ندرس حرب الرده كانها شيء مقدس وشيء مطلق، اللي هو ان ابو بكر الصديق سحق المرتدين او قضى على المرتدين. طب الطالب بتاع خمسه ابتدائي ده هيسال مين المرتد؟ فهيقول لك المرتد اللي كان مسلم وترك الاسلام، اللي هو هيقابله معاه في اعدادي واحد بيقول له لا انا مش مقتنع انا شاكك في الموضوع، او في ثانوي طبقا للتقارير اللي بتتكلم عن 12% او 13% او حيبقوا 15 او حيبقوا 17%، يعني كل فصل فيه 70 و80 طالب زي الاعداد بتاعت اليومين دول، هتلاقي فيه 10 ملحدين او 10 ربوبيين او يعني لا دينيين او ايا كانت الانواع. فانت لما تقول الطالب بتاع خمسه ابتدائي ان كان في حرب مقدسه اسمها حرب الرده، وان هو كان المطلوب سحق المرتدين اللي هو قتل من ترك الاسلام، وان هو يفهمها بهذا الشكل ويلاقي معاه ناس من وجهه نظر المرتدين يستحقوا القتل في اعدادي وفي ثانوي، يبقى انت بتعمل مشكله. انما فكره الدوله الوطنيه، فكره ان مواطن مصري مسلم مش او مواطن مسلم بس انت مصري وبعدين بتنتمي للامه الانسانيه. وفي خطر بقى فكره الانتماء للامه الاسلاميه، خطر في ايه؟ وافضل انا الامه الانسانيه. يعني ايه الامه الانسانيه؟ يعني الامه الانسانيه لما يحصل مثلا اضطهاد للمسلمين في ميانمار او الروهينج بتوع الصين دول، نشجب ونستنكر اي اضطهاد لطائفه دينيه. انما لما يحصل مع مثلا ازيديين او يحصل مع كرد او يحصل مع مش عارف قبيله التوتسي مثلا مش عارف في افريقيا، او اي اضطهاد لعرق اخر، برضه نتضامن. مش نتضامن بس مع اللي يخصنا بس اللي هو المسلمين، قضيه فلسطين نتضامن، انما شنا ابو عقله برضه نتضامن، هي قضيه فلسطين بس مسيحيه، الارمن عندهم مشكله نتضامن، وهكذا. اي قضيه انسانيه تحدث يكون فيها اضطهاد سواء عرقي او ديني، لابد ان احنا ايه نشجب ونستنكر من منطلق انساني مش بس اللي يخصنا كمسلمين. خطر الانتماء للامه الاسلاميه ايه؟ دلوقتي في مسلم امريكي هو هيحارب لصالح امريكا الدوله من منطلق وطني، او مسلم فرنسي، ولا هيبقى في جانب الدوله الاسلاميه او الامه الاسلاميه، انتماء الامه الاسلاميه اكبر، فهتبقى مشكله، هيبقى مشروع خيانه. والمشكله دي تبان اكتر بقى في الهند، وشوفوا الافلام الهنديه ازاي ان لما بتحصل مشكله بتبقى المسلم محل شك. كان مره اظن شاروخان بيمثل ان هو مدرب هوكي، وازاي انه خسر ماتش ضد باكستان واعتبر انه كان متواطئ لان هو كان مسلم، فبقى مع الفريق الباكستاني ضد الايه؟ ضد الفريق الهندي من منطلق ديني. لان انت اقليه، فلما تبقى اقليه وفي حاجه اسمها الامه الاسلاميه ومشروع اسمه الامه الاسلاميه، فانت يبقى انت محل شك دايما ومحل خطا، وده طبعا مش حقيقي. برضه احنا عندنا لما يحصل مثلا هجمه من فرنسا اللي هي تعتبر مسيحيه، او احتلال بريطاني، المواطن المسلم المصري المسيحي كان مع مصر مش مع فرنسا المسيحيه، او مع بريطانيا المسيحيه، مش بينتمي للامه المسيحيه. هو مسيحي بس مسيحي مصري، فيبقى مع الوطن المصري. النقطه الثانيه، الدنيا اتضربت في الخلاط، فانت عندك مسلمين في كل حته، فيبقى هو انتمائه الوطني لدولته سواء فرنسا سواء امريكا، وهو مسلم مسلم العقيده، وهذا في ظل دولة علمانية بتعطيه مساحة حركة ان هو يقيم مساجده. انما فكرة التحام بأمة اسلامية ودولة اسلامية على طول تفجر الوضع وتجعل ان كل شخص محل شك، انت ولائك لما يسمى الدولة الاسلامية او الخلافة الاسلامية، ولا انت مواطن هندي ولائك للهند، ولو الهند دخل في حرب مع دولة ما تسمى دولة الخلافة، انت هتبقى مع الهند ولا مع دولة الخلافة، او كذلك مع فرنسا او اي دولة اخرى. فكرة المواطنة والدولة الوطنية، وتبقى انت بتنتمي لمجتمع الانساني، المجتمع الانساني بشكل عام اللي هو ايه، بتضامن مع كل القضايا الانسانية سواء هي مع الاسلام او غير الاسلام. فدي فكرة الانتماء للامة الانسانية، وتكون برضو مصري ومسلم او مصري مسيحي ايا كان، ولكن انتمائك للايه؟ للوطن. ففكرة الدولة الوطنية وفكرة الدولة الايه؟ الدينية. النقطة الثانية، ان زي ما قلنا مناهج التعليم تحرك التفكير، تحرك النقد، وان التاريخ ليس ابيضا واسودا، وان هو من حق التجربه الانسانيه ان هو يقيمها بعقله، تنشط العقل وتنشط الذهن وتنشط التفكير، ويبقى حد بيتبنى محمد علي وحد ضد محمد علي، ويحصل مناظره او حوار قدام طلبه، والطلبه يقيموا قوه الحجه في هذا الطرف وفي هذا الطرف. في النهايه المستمع والمشاركين هيشعروا ان الامور نسبيه، ان دايما الدنيا ما فيهاش ابيض واسود، ان الدنيا دايما رمادي، يتعلم النسبيه، يطلع
عنده تفكير نسبي، مفيش مطلقات، لا محمد علي مطلق ولا نابليون مطلق ولا أبو بكر الصديق مطلق، وإن دول بيرتكبوا أخطاء ودول بيرتكبوا أخطاء، ومن حقنا إن إحنا نقيم التجربة الإنسانية التجربة التاريخية ويكون لها رأي، تعلم الطالب والمتعلم أن له رأي. يبقى لسه معركة التنوين مستمرة. لما الطالب يتعلم أنه ليه رأي، عمر ما حد هيجي يقول له السمع والطاعة، عمر ما حد هيقول له البيعة، عمر ما حد هيقول له احفظ هذه الأمور، وإن النص بيقول أو إن القرآن بيقول أو إن ربنا بيقول، هيناقشه هيجادله هيعمل سيرش هيعترض، هيقول له يعني إيه المروية دي مشكوك فيها وإنها ظنية وإنها مش هي الأساس وهكذا، يتجادل يحصل الجدال. يبقى احنا لازم، ودي فرصة تاريخية، عندك 25 مليون طالب، زي ما قلنا فكرة فرق من حرب الإرهاب كفكرة وحرب الإرهابيين اللي بتواجهوا أجهزة الأمن أو أجهزة الجيش، إنما الإرهاب هي مهمة المجتمع في مؤسساته الرسمية وأولها التعليم. لما نقدر ندخل رواية نجيب محفوظ، ندخل رواية لإبراهيم عيسى، ندخل مستقبل الثقافة في مصر لطه حسين، عندما نستطيع أن ندخل هذه أو نعمل زي ما قلنا مناقشات وجدالات وأبحاث ودراسات ونعلم الناس النقد والتفكير، يبقى دي معركة أخرى من معركة التنوين. فزنا في معركة وهي معركة مهمة، معركة براءة عبد الماهر، وأنا حتى كنت كلمت المذيع يوسف حسيني وقلت له أنا بكلمك كنائب، ناقشوا هذا القانون وراجعوه يتعدلوه يتلغوه، أنا بكلمك كنائب مش بكلمك كمذيع، ده اللي قلته امبارح او بعض اللي قلته امبارح في حلقه امبارح. لسه امامنا معركه التنوير المستمره، وخضنا جوله وكسبناها، وان شاء الله نكسب جولات اخرى في المستقبل، ودي بشره خير. وهو ده موضوع حلقتنا النهارده. لو عجبك الفيديو شيره، اشترك في القناه مش مشترك، ولايك للفيديو عشان يصل لعدد اكبر من الناس. شكرا، ونكمل في حلقات لاحقه.